معكم راح أشرح لكم بهالمقطع الشابتر السادس من مادة Organizational Management واللي يتكلم عن Strategic Management. فهنا لما نجي لتعريف Strategic Management فهو يتكلم عن الطريقة اللي بسوي لها Formulation و Implementation أو اللي هو التنفيذ والإيفالويشن لكل الديسيجنز اللي أنا بتخذها، والقرارات والديسيجنز هذه راح تكون في صالح الأوبجكتيفز مالت الأورجنايزيشن اللي أنا أشتغل فيها. هنا في هذا السلايد رجع كرر لنا التعريف اللي هو حق الاستراتيجيك مانجمنت، وأضاف لنا نقطة أن الاستراتيجيك مانجمنت أحيانا أو دائما لما نطرح فكرة الاستراتيجيك مانجمنت تكون مقرونة مع مصطلح الاستراتيجيك بلانينج، لأن المانجمنت أكيد راح يحتاج إلى خطة علشان أقدر أطبق الشغلات اللي أنا أبيها. هنا عرف لنا الاستراتيجيك بلان وقال انها عبارة عن الكمبانيز جيم بلان، او اللي هي خلينا نقول عنها الخطة اللي بتبدأ تلعب فيها الشركة وتسوق على نفسها وتبيع منتجاتها. فهنا قال في النقطة الثانية ان هذه البلان راح تكون نتيجة لعدة امور. اول شيء البلان او الخطة هذه راح تكون عبارة عن choice او اختيار من بين عدة خطط ومن بين عدة alternatives او بدائل، وهم الناس اللي في الشركة راح يحاولون انهم يختارون افضل خطة وافضل بديل يقدرون يمشون عليه. والاختيار هذا راح يدل على عدة امور، منها الكوميتمنت تو سبيسيفيك ماركت او اللي هو الالتزام بمتطلبات السوق، البوليسيز او اللي هي القوانين اللي المفروض يمشون عليها، والبروسيجرز والاوبريشن. هنا عندنا الـ States of Strategic Management أو اللي خلنا نقول عنها الـ Levels أو اللي هي مراحل. فهنا نبدأ لما إحنا نبين نطبق استراتيجية معينة أو بلان معينة لازم في البداية نسوي لها Formulation أو أن إحنا فعلياً نحط خطة معينة عشان نقدر نمشي عليها. الخطوة الثانية اللي هي الـ Implementation أو اللي هي تنفيذ هذه الخطة، وآخر شيء يجي لنا الـ Evaluation أو اللي هي تقييم الخطة على حسب الـ Output حقتها. هنا عرف لنا الستيج الأول واللي هي مثل ما قلنا الاستراتيجي فورميليشن. طبعا الاستراتيجي فورميليشن مو بس يتضمن الخطة نفسها، بعد يتضمن أني أحط بالحسبان واجد أشياء من ضمنهم الفيجن والميشن واللي هي من خلالها تعرف الشركة أهدافها المستقبلية بشكل عام أو بعبارات بسيطة. برضو هنا لازم أحدد الاكسترنال اوبورتونيتيز حقت الأورجنايزيشن اللي أنا موجودة فيها، يعني قديش مثلا أنا أقدر أتوسع في العالم أو في كم دولة أقدر أفتح فروع وما إلى ذلك. برضو لازم أحدد the strength والweakness أو اللي هي نقاط الضعف والقوة للشركة علشان أنا أقدر أستغل نقاط القوة اللي عندي وأحاول أقلل من نقاط الضعف. برضو لازم أسوي establishing the long term objectives أو اللي هي الأهداف بعيدة المدى والأهداف المستقبلية للشركة، علشان بناء على هذه الأهداف أنا أقدر أحط البلان حقتنا. برضو هنا قال اللي هو لازم أحاول أطلع alternative strategies أو اللي هي خطط بديلة أقدر أستخدمها في حال ما ضبطت الخطة اللي أنا قاعدة أمشي عليها. هنا بعد كتكملة للنقاط اللي لازم أراعيها في مرحلة الفورميشن واللي هي deciding what new business to enter اللي هو أحدد نوعية البزنس أو الخدمة اللي أنا راح أقدمها لل organization أو اللي راح تقدمها الorganization للناس. برضو هنا قال what business to abandon، يعني ممكن يكون عندي مثلا أكثر من خيار احنا نقدر نسويه، فاحنا لازم نتخلى على بعض الافكار ونركز على الافكار الثانية عشان نضمن النجاح فيها. اللي بعدها اللي هو how to allocate resources whether to expand operations or diversity، واللي هو اني انا مثلا لما خلاص احدد الفكرة اني انا راح امشي عليها اشوف الموارد او الاغراض اللي موجودة عندي واحدد انا كيف راح اوزع هذه الاغراض بحيث ان يكون في expand اللي هو مثلا خلينا نقول عنها في كمية المنتجات اللي أنا راح أنتجها، والdiversity اللي هي خلينا نقول عنها التنويع بين المنتجات من نفس الموارد اللي أنا عندي إياها. برضو هنا whether to enter international market، هل أنا أقدر أدخل على السوق العالمي في الوقت الحالي أو لا، whether to merge or form joint venture واللي هو مرات أحيانا الشركة تحتاج أنها
تندمج أو تتعاون مع شركة ثانية مقابل جزء من الأرباح علشان يسوون منتج معين. فبعض الشركات ممكن تحاول إنها تفكر في هذه الخطوة من وقت الفورميليشن حق البلان مالهم. برضو هنا how to avoid hostile takeover، واللي هو إني كيف أتجنب أن تجي شركة ثانية وتستولي على المنتجات اللي عندي بالمنتجات اللي عندها. يعني مثلا لازم أحط خطة، مثلا لو طلعت شركة ثانية تسوي نفس المنتجات اللي عندي لكن بسعر أرخص، معناته راح يصير في استيلاء، تمام؟ والزباين حقين راح يبدون يروحون يشترون من هذه الشركة. فأنا لازم أفكر بهذه الفكرة وأحط خطة بديلة بناء على هالشيء. هنا نجي للستيج الثاني، واللي هي الاستراتيجي امبلمنتيشن او اللي هو التنفيذ، واللي هي في هذه المرحله ابدا استخدم كل الاشياء اللي اقدر استخدمها، سواء استخدم البوليسيز، استخدم الامبلويز، استخدم الريسورسز اللي موجوده عندي علشان اسوي اكسكيوتنج او استخرج اللي هي النتيجه النهائيه او الخطه النهائيه اللي انا امشي عليها وانفذها. هنا بعد قال ان هذه المرحله تسمى الاكشن ستيج. هنا نجي للاستراتيجي ايفالويشن، واللي هي الستيج الثالثة من الاستراتيجيك مانجمنت، واللي هي عبارة عن مرحلة بعد ما انا نفذت الخطة. فانا لازم اسوي ريفيوينج، اراجع هذه الخطة بعد بعد التنفيذ واشوف الاكسترنال والانترنال فاكتورز اللي ممكن تأثر عليها او على هذه الاستراتيجي. ولازم مثلا اشوف اذا في نقاط ضعف، اذا في اشياء قصرنا فيها، فلازم اتخذ الكوركت اكشن او التصرف الصحيح عشان اصححها. هنا نجي للكي تيرمز او بعض العناصر الاساسيه في الاستراتيجيك مانجمنت، واللي هي تتحكم في النجاح او الفشل. اول وحده اللي هي الكومبتيتيف ادفانتج. الكومبتيتيف ادفانتج هي anything that firm does especially well compared to rival firms، واللي هو ان ميزه موجوده عندي في الاورجانيزيشن مالتي والميزه دي هي اللي انا قاعده انافس فيها باقي الشركات المنافسه. اللي بعدها واللي هي الاستراتيجيست او الشخص اللي بيحط الخطه، فهنا قال اللي هو عباره عن individual who are most responsible for success or failure of the organization، واللي هو ان عباره الاستراتيجيست او الشخص اللي بيخطط هو الشخص المسؤول عن نجاح وفشل هذه الشركه من خلال الخطه مالتها. هنا بعد عندنا المصطلح او الكي تيرم اللي بعده، واللي هو الفيجن، او اللي هي خلينا نقول عنها رؤيه الشركه. رؤيه الشركه هي عباره statement جدا بسيطه توصف what do we want to become، او اللي هو توصف احنا لوين نبي نوصل في المستقبل. هنا بعد قال ان الفيجن هذه هي عباره عن first step in strategic planning، لان الفيجن هذه هي تتضمن الهدف الأساسي من الشركة، فبالتالي هم من أول ما يحطون الهدف راح يعرفون كيف يخططون ويبنون البلان مالتهم. نجي للكي اللي بعدها، واللي هي المشن ستيتمنت، واللي هي عبارة عن نفس الشيء ستيتمنت أو عبارة معينة تعرف، أو اللي هي خلينا نقول عنها تركز أكثر على البرودكت اللي عندنا أكثر ما أنها تركز على أهداف الشركة. فهنا عرفنا إنه في هذه النقطة قال إنها what is our business، أو إحنا على إيش قاعدين نشتغل، إيش الخدمة اللي عندنا، إيش البرودكت اللي عندنا. وهنا بعد قال لنا إن هذه الستيتمنت راح تركز على إنها تسوي distinguish، أو اللي هي راح تركز على إنها تسوي تمييز للبزنس للبرودكت مالنا عن similar firms. يعني مثلا لو في شركة معينة تبيع نفس المنتج حقي، فأنا في عبارة المشن حقتي راح أحاول أني أوضح إيش الميزة اللي موجودة في المنتج حقي عن باقي الشركات اللي تسوي نفس المنتج. برضو هنا في النقطة الثانية قال اللي هو ان السكوب في هذه الستيتمنت أو تركيز هذه الستيتمنت راح يكون على البرودكت والماركت تيرمز. هنا بعد عندنا الكي تيرم اللي بعده، واللي هو external opportunities and external threats، اللي هي الفرص الخارجية وفي نفس الوقت التهديدات الخارجية. فهنا قال ان هذه الفرص او التهديدات ممكن تكون عبارة عن economic, social, cultural, political, legal, technological
أو حتى كومبتيتيف أو تنافسية كومبتيتيف ترند، فهنا هذه الأشياء كلها ممكن تأثر على الأورجانيزيشن اللي أنا موجودة فيها والخطة اللي أنا ماشية فيها. وهذه الترند أو هذه الأشياء كلها ممكن تكون beneficial، ممكن تنفع الأورجانيزيشن اللي أنا موجود فيها، أو العكس ممكن أنها تسوي harm وتضر الأورجانيزيشن بشكل سلبي. هنا أعطانا بعض الأمثلة على الـ opportunities والـ threats، واللي هي منها الكمبيوتر هاكرز أو الهاكات مثلا اللي تهكر موقع شركة معينة وما إلى ذلك، فهالشيء أكيد بيأثر على الشركة نفسها. برضو هنا عندنا الـ price competition، واللي هو مثلا لما أنا أسوي منتج بسعر معين تطلع شركة ثانية تسوي نفس المنتج بالضبط بسعر أرخص، فأنا هنا لازم أحاول إني أوازن بين سعر الموارد اللي أنا استخدمتها، بحيث أن السعر هذا ما يكون أكثر من الشركة المنافسة عشان أنا أقدر أربح. برضو هنا قال، هنا بعد عندنا اللي هي unemployment and underemployment rates high، واللي هي أن unemployment معناتها البطالة، والunderemployment اللي هو أنه ممكن يكون الشخص موجود في الorganization مالك موظف لكنه ما قاعد يشتغل، فأنا لازم أنتبه على هذه النقطة. برضو هنا قال أن الinterest rates are raising، واللي هي الضرائب والأشياء هذه قاعدة ترتفع، والأسعار بشكل عام حقت الموارد مرتفعة. برضو هنا قال أن the product life cycle are shorter، واللي هو أن بعض البرودكتس لو نلاحظ فجأة تطلع الترند بعدها تختفي، فهذه السايكل حقتها خلاص هي فترة جدا قصيرة تطلع وتروح، فهنا الشركة لازم تنتبه على أنها أول شيء لازم تتبع هذه الترند، ثاني شيء لازم تجدد وتظل دائما تحت تجديد المنتجات حقتها علشان تحافظ على الأرباح مالتها. هنا بعد قال أن local government are financially weak، واللي هو أن الدعم المحلي للمنتجات ممكن يكون weak وضعيف، فأحتاج أنا أني أحاول أتوسع بشكل دولي بأكبر قدر ممكن. هنا بعد نجي للـ internal strengths and internal weakness، واللي هي نقاط الضعف والقوة الداخلية. هنا قال إنه هي عبارة أو كتعريف هي عبارة عن الـ activities اللي أنا أسويها في الـ organization سواء كانت جيدة أو كانت سيئة، وهذول الـ activities تكون determined محددة to competitors، واللي هي إنه هذول الـ activities أصلاً تكون معروفة وتكون عبارة عن البلان اللي أنا بمشي عليها علشان أنافس اللي هو الشركات والorganizations اللي نازلة ضدي في السوق. هنا نجي بعد للترم الثاني أو الترم اللي بعدهم، اللي هو الobjectives أو الأهداف العامة. هنا قال أن هذولا الأهداف هي عبارة عن النتيجة اللي إحنا نبي نوصلها، واللي هي نفسها الأهداف اللي طرحناها من خلال المشن مالتنا أو من خلال الستيتمنت مالت البرودكت اللي إحنا سويناه، وتكون مدة الobjectives هذه long term يعني أكثر من سنة، يعني إحنا نتكلم عن الأهداف اللي نبي نحققها لكن على المدى الطويل من خلال الobjectives هذه. برضو هنا قال إن الobjectives should be challenging, measurable, or reasonable، يعني إن الobjectives هذه ضروري إنها تكون عبارة عن مو تحديات لكنها تكون شيء أنا لازم أجتهد عشان أحققه، وشيء أنا أقدر أقيسه، ويكون في سبب وراء إني أسوي هذول الobjectives، مثلاً إني آخذ مدخر مادي أو أطور الشركة أو أدفع رواتب الموظفين وما إلى ذلك. هنا نجي بعد للاستراتيجيز. الاستراتيجيز هي عبارة عن الخطة اللي أنا بمشي عليها، في الخطة هذه لازم أحدد إيش الobjectives أو إيش اللي هي الطريقة اللي راح أمشي فيها على المدى البعيد اللي أنا راح أمشي فيه. فهنا قال أن الاستراتيجيز هذه تتضمن عدة أمور، منها الجيوغرافيك إكسبانشن أو اللي هو التوسع الجغرافي والفروع اللي أنا راح أفتحها، بالإضافة إلى التنويع في المنتجات، ممكن أحتاج أني أسوي استحواذ في السوق لفترة معينة، ممكن أحتاج أني أسوي product development أو تطوير المنتجات مالتي، ممكن أحتاج أسوي market penetration،
واللي هي عبارة عن حركة ممكن أنشط فيها السوق بشكل عام، يعني مثلا أسوي تخفيضات قوية لفترة معينة وما إلى ذلك. برضو ممكن أسوي اللي هو ديسفيتر، واللي هو مثلا أحاول أني أقلل من إنتاج منتجات معينة عندي وأزيد بالمقابل من إنتاج منتجات ثانية موجودة في نفس الأورجانيزيشن، علشان أنا مثلا الربح على هذه أكثر من المنتجات اللي أنا قللتها. برضو هنا ممكن أحاول أني أسوي أو أبيع بأسلوب التصفية، يعني ممكن مثلا أحاول أسوي منتج limit edition أو اللي هي كمية محددة، علشان الناس تحاول أنها تحصل على هذه المنتج وتنتشر سمعة الشركة، بالإضافة إلى الجوينت فينتشرز أو اللي هي التعاونات بين شركات ثانية. هنا نجي للنوع الثاني من الأوبجكتيفز، واللي هي الأنوال أوبجكتيفز، واللي هي عبارة عن الأهداف اللي إحنا نبي نطبقها لكن على المدى القصير. وهذه الأهداف الصغيرة اللي على مدى قصير تحقق لنا اللونج تيرم أوبجكتيفز اللي إحنا حطيناها في الخطوة السابقة. هنا بعد قال لنا أن نفس الشيء الأوبجكتيفز هذه لازم تكون measurable quantitative، أو اللي هي مثلا خلينا نقول تركز على الماديات أو على الفلوس، لازم تكون challenging أو realistic أو اللي هي تكون مرنة وسهل أن أطبقها في فترة قصيرة، بالإضافة إلى periodization. هنا بعد قال أنه should be established at corporate, divisional and functional levels in large organization. يعني لو أنا في large organization أو خلينا نقول عنها شركة كبيرة، فلازم أضمن أن هذه الأهداف الصغيرة تتحقق من أصغر موظف في الشركة إلى أعلى منصب فيها. هنا بعد عندنا البوليسيز أو اللي هي القوانين اللي لازم تتبعها الأورجانيزيشن، واللي هي عبارة أو كتعريف هي عبارة عن الطريقة اللي راح إحنا نحقق فيها الأنوال أوبجكتيفز. طبعا بعض الأنوال أوبجكتيفز اللي تكون على قصيرة المدى ممكن بعض الأورجانيزيشنز تحققها بطريقة غير قانونية، فهنا ضروري علشان الأورجانيزيشن تكون أورجانيزيشن ناجحة نضمن فيها البوليسيز ونمشي على البوليسيز. فهنا البوليسيز هي عبارة عن جايد لاينز، إرشادات أو روز أو اللي هي البروسيجر أو اللي هي طريقة العمل اللي إحنا بنستخدمها علشان نسوي achieving للأوبجكتيفز اللي حطيناها من قبل. هنا بعد قال إن guides to decision making and address repetitive or recurring situations، واللي هي إن إحنا أحيانا ممكن نستخدم هذه الجايدز وهذه الروز علشان نحل مشكلة أو شغلة معينة قاعدة تواجهنا في الorganization. هنا بعد عندنا الموديل حق الاستراتيجيك مانجمنت، واللي هو عبارة عن عدة أسئلة. أول سؤال اللي هو where are we now، اللي هو إحنا قديش حققنا من الهدف اللي إحنا حطيناه، و where do we want to go، وإلى وين نبي نوصل، أو إلى وين إحنا بعد نبي نكمل في هذه الهدف، أو إلى إيش الطريقة اللي بنستخدمها عشان نوصل للهدف الأساسي، و how are we going to get there، كيف إحنا راح نسوي أو إيش الخطوات اللي راح نتبعها علشان نوصل للهدف. هنا بعد نجي للـ benefits of strategic management، واللي هو الفوائد حقتها اللي راح نلقاها لما إحنا نمشي على strategic management. أول شيء راح يساعد الـ organization to formulate better strategies أو يطلعون بخطط مرتبة أفضل وتساعد الأهداف مالتهم. برضو راح تساعدهم في انهم يستخدمون systematic logical choice او اللي هو تكون اختياراتهم منظمة وتكون logical او منطقية مقارنة بوضع الشركة الحالي. برضو هنا ثاني فائدة من strategic management، واللي هو انه راح يضمن لي انه راح يكون في communication بين جميع اطراف الناس والامبلويز اللي موجودين في الشركة. فهنا قال ان الكوميونيكيشن از كي تو سكسسفول استراتيجيك مانجمنت، اللي هو شغله اساسيه علشان احنا نطلع بخطه ناجحه. فهنا مثلا احنا راح نحتاج الكوميونيكيشن استراتيجيز عشان نتواصل مع كل الموظفين اللي موجوده في الشركه. ممكن نضطر ان احنا نسوي ديالوج، حوار، بارتيسيبيشن، مشاركات، علشان احنا نسوي سبورتنج للخطه حقه الاورجنايزيشن اللي كلنا قاعدين نشتغل فيها.
فهنا وضح لي كيف أن الكوميونيكيشن راح يساعدني في الاستراتيجيك بلانينج. هنا قال أن أول شيء الانهيست كوميونيكيشن أو الكوميونيكيشن الجيد من خلال الديالوج والبارتيسيبيشن راح يؤدي إلى الامبروفد اندرستاندينج، أو راح الموظفين يكونون على فهم بالقرارات والخطط اللي إحنا قاعدين نسويها. فهنا راح يكون في understanding of others view أو وجهة نظر الآخرين، what the firm is doing planning and why، ليش إحنا حاطين الخطة بهالشكل وليش إحنا لازم نمشي عليها. هنا بعد قال إن greater commitment ممكن نحصل تعاونات أكثر، والتعاونات هذه راح تساعدنا for achieving objectives والimplementation حق الاستراتيجيز وعلشان نسوي الhard work. هنا بعد قال الريزولت في الأخير all managers and employees in mission to help the firm succeed، واللي هو أن كل الناس الموجودين في الشركة سواء كان من managers أو موظفين راح يساهمون في نجاح الشركة لأن already هم كلهم قاعدين يتواصلون مع بعض. هنا بعد نجي للفاينانشال بنفيت أو اللي خلينا نقول عنها الفوائد المادية من اتباع الاستراتيجيك بلانينج. فهنا قال انه ممكن تساعد لي في تطوير وزيادة السيلز المبيعات الارباح والبرودكتيفيتي او الانتاجية للشركة، وهذا كله طبعا اكيد بتكون شيء لصالح الشركة. برضه هنا قال ان الهاي بيرفورمينج راح يكون في اداء جيد واداء عالي من خلال الديسيجنز اللي راح تطلع من الشركة بناء على التطور الاقتصادي او الفاينانشال بنفيتس اللي راح تحصلها الاورجانيزيشن، وهذه الارباح ممكن تساعد في اداء اللونج والشورت تيرم objectives، وحتى ممكن انها تساعدنا في انها نتخطى بعض الكونسيكونسز او اللي هو العقبات اللي ممكن تواجهنا. هنا نجي للنون فاينانشال بنفيتس واللي هي من ضمنها exploring of opportunities او احاول اني اكتشف ايش الفرص اللي انا موجودة عندي. برضو هنا قال it provides an objective view of management problems، ممكن يحاول او التخطيط هذا ممكن يخليني اتوقع ايش المشاكل اللي انا ممكن اواجهها واحط الحل قبل لا تصير المشكلة او احط خطة بديلة. هنا بعد قال it represents a framework for improved coordination and control of activities، واللي هو انه راح يخليني راح يكون عندي اطار عمل جيد وراح يكون في تنسيق بحكم ان انا بيكون عندي communication جيد بين كل الموظفين، وبرضو راح اقدر اني اسوي control على الactivities والاعمال اللي organization قاعدة تأديها. برضو هنا قال it minimizes the effect of adverse conditions and change، يعني في حال مثلا مرت الشركة فترات فيها خسارة او فترات مثلا ممكن فيها ركود في العمل، فراح يقلل الافكت حق هالشيء وما راح تتأثر الشركة بالشيء الكبير بسبب هذه بسبب الاستراتيجيك مانجمنت. هنا بعد كتكملة it allows major decisions to better support established objectives، واللي هو يحفز ان القرارات اللي قاعدة تطلع من الشركة تصب في صالح الobjectives او تكون toward objectives وتحققها لنا. برضو هنا it allows more effective allocation of time and resources to identified opportunities، واللي هو اني اسخر الresources اللي موجودة عندي علشان اخذ opportunities أكثر للorganization. برضو هنا it allows fewer resources and less time to be devoted to correcting assurance or ad hoc decisions، واللي هي باختصار في حال مرت الشركة بظرف طارئ أو شغلة معينة فممكن هالشي يساعدني إني أستخدم resources اللي موجودة عندي وتاخذ fewer resources ووقت قليل علشان أصحح الخطأ اللي صار. يعني لو افترضنا ان انا صار عندي مثلا خطأ مصنعي في برودكت معينة، فانا عشان اصحح هذا البرودكت ما راح انفق ريسورسز كثيرة وتايم كثيرة. برضه هنا قال it creates a framework for internal communication among personnel، واللي هو راح يحفز التواصل بين الموظفين اللي موجودين في الorganization كلهم. هنا بعد عندنا بعض الجايدلاينز او بعض الارشادات كمثال عليها فقط للقراءة وللاطلاع.